اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. النهاردة هنلعب اللعبة اللي مشهورة اول يومين دول وناس كتير بتحب تلعبها ويوتيوبرز كتير بيلعبوها الايام ديت، اللي هي لعبة ابو خشم. انا هلعب اللعبة دي بناء على طلب ناس كتير، فعشان من اطار يعني حاجتين: التجديد عشان ما يبقاش كله كتافي، حاجة تانية ان انا ابقى بلعب لعبة جديدة بحيث ابقى مواكب الايه التطورات الجديدة اللي بتحصل. وهي لعبة خفيفة جدا ومساحتها صغيرة، 1.5 جيجا بس. وعلى فكرة انا حاطط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت في الوصف. اللعبة مش محتاجة مواصفات عالية لان اللعبة بسيطة، جرافيك بسيط، هي لعبة عربية حلوة لذيذة يعني كده. ف تعال يلا بينا نشوف. طيب ودلوقتي احنا بدأنا بدأت اللعبة اهوت. انا عاملها على اللغة العربية. ايه ده، السحلية دي؟ ايه ده سحلية ولابسة نظارة كمان، يا مزاجك. طيب نخش على الاعدادات. ايه ده، بصوا يا جماعة اللي بالعربي لك الكثافة السكانية. انا بحب الزحمة، ممتاز. اعدادات مجهزة، ليش اصلا تلعب؟ انت متخيل تخش لعبة من ضمن الاعدادات يقول لك ليش اصلا تلعب؟ يعني ايه ده، افضل جودة، اعادة استهلاك السكان، مش فاهم يعني ايه. ماشي، جودة الزراعة كل حاجة ممتاز، كل حاجة ممتاز. هنخليها طبعا اتش دي زي ما هي كده. مية مية. ايه ده، ينصح عدم الاستخدام الاجهزة الضعيفة، مع ان اللعبة مش جرافيكها مش قوي يعني. واختيار ساعة بين 6 و18. ده ايه اللعبة اللي هتكيفنا على مزاجها دي، واحنا كمان هيقولوا لنا كمان نلعب الساعة كام؟ مش عارف ايه اللي بيحصل ده، لعبة عجيبة. ماشي. طيب تعالوا بقى، ايه هنقول دلوقتي لعبة جديدة. ايه ده، بص المستويات بيقولك ايه، مية مية سهلة يعني، مية مية مية، ولا عادي ولا صعب ولا مستحيل. مفيش حاجة مستحيلة، احنا نخليها عادي، نخليها عادي. هو متلقح على الأرض كده من أولها. ايه ده، ايه ده، ايه ده، كلب لابس واقع افتراضي وحاطط شبشب. ايه ده، والكرتونه مكتوب عليها بني ادم. ايه ده، اللعبه عجيبه جدا. وبعدين ابو خشم حافل ايه يا ابني، يخش في رجلك مسامير وبعدين ترجع تعيط. لعبه عجيبه جدا. اهلا معك مشباك، مشباك حبنا. يبدو انك تحاول ان تلعب ابو خشم. بحاول. والله نتعلم الاساسيات. ماشي، تحرك بكل الاتجاهات، اهو يمين شمال. اهو اركض. ماشي بقى، الركض بايه، بالمسطره؟ لا، بشيفت. اهو ركضت. اقفز بمسطره، حلو قوي. اضرب، اهو تفادي. ايه ده، اسم ظهر يا جدعان، فادي. اتفادي ازاي بقى؟ مهبول اللي يتمشى معاك. ايه ده يا جدعان، ده عيب في حقي دي. للتفادي دوس. حلو، يقعد ايه يتكور كده. اللعبة لذيذة، مزاج مزاج. طيب تحدث الى الباعة في البقالة. ما شاء الله ما شاء الله. بس انا في حاجة غريبة يا جماعة، معلش يعني انا شايف قفاه
مش عارف اشوف خشمه، انا عمال الف عشان اشوف خشمه، بس بقول لك ابو خشم ده عنده خشم كبير، فعايز اشوف فين الخشم ده. استنى يا عم، ايه ده ايه ده 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 شوف شوف الراجل طيب وراني خشمه اهو. بص خشمه كبير فعلا، خشمه كبير. فتسلم يا اسطى، يلا شكرا مش باك. شكرا يا حبيبي، اللعبة دي هتجيب لي تخلف في دماغي لو أخص. ايه وايه ده كمان؟ ايه ده ايه ده ايه ده من دول؟ يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد يا ولاد، ايه ده ايه ده؟ هيموتوني، ايه ده موتوني، ايه ده ايه ده؟ بيقول لي ايه، لقد مت بسبب عدم كفاءتك، انا موافق. انت متخيل، انت متخيل يا جماعة اللي بيقولوه ده؟ ايه الهبل ده؟ ده يعني مثلا ايه، زي واحد بيقول لك ايه انت مت عشان انت مش كفاءة، تقول له حاضر يا فندم انا موافق. ايه ده؟ انت مت يا ابني عشان انا، عشان انت مش كفاءة، حاضر انا موافق، مش هموت المرة الجاية، هبقى كفاءة المرة الجاية عشان مموتش. لعبة غاية في الغرابة يعني. اللي انا مستغربه الحيوانات والكلاب اللي في الشارع دول اللي لابسين موقع افتراضي ومكتوب عليهم بني ادم، يعني الصورة. لا يا ولاد الكلب بقى، المرة دي مش هتعرفوا تضربوني اهو، تعالوا لي. ابو خشم جاي لكم، ده هو يمد خشمه بس يودكوا في 60 دقيقة. ساتر يا رب، ايه ده تاني؟ انا مت تاني، انا مت وبتحاسب دلوقتي. انا عايز اعرف يعني الصورة يا جماعة مش راكبة على بعضها خالص، كلب لابس نظارة واقع افتراضي والنظارة مكتوب عليها بني ادم، يعني تجيبها يمين شمال ما تعرفش ده ايه. ومين ده كمان اللي قاعد مأنتخ جنب البنزينة ده ولابس شبشب بصباع؟ انا عايز اعرف هو مفكر نفسه قاعد على البحر. ايه ده، بص ابو خشم، بص خشمه قد ايه، يا نهار اسود، ده عامل زي مصباح علاء الدين. يا ده نام، ده نام جنب البنزينة كمان. اف ايه ده يا ساتر يا رب، كل ده خشم؟ ومين مخرشمه في خشمه؟ مين مخرشمك في خشمك يا ابو خشم؟ وين انا في كم 91 فل انت اي في حاجة المحطة؟ بقى. انا طب ما انا اكيد عارف يعني، اكيد ان انا في محطة، انا مش غبي يعني. ماذا في رياض؟ تموينات، فهمتوا، عسكريين بقدونس، حبحر حبحر. كلما زاد مستواك كلما يبيع تجار مدينة الجرايدة. يا جماعة الفكرة اللعبة لذيذة بس غريبة جدا. الراجل ده ايه ده؟ ايه ده، انتوا شايفين الراجل ده عينه فين؟ عينه طالعة فوق او كده؟ مناديل حمام مخمل، كتكوت، ايه ده البسكوت مش ده بسكوت كتاكيت كتكات، هم عندهم اسمه كتكوت؟ لا اللعبة دي تريقة بقى. مش ده بسكوت اللي هو الشمعدان ده، اللي هو اللي هو البسكوت ده اللي بيتباع في عند المحلات اللي اسمه كتكات، سموه كتكوت. ابوك بقى جبنة، جبنة ابوك، ايه جبنة ابوك دي؟ لا اللعبة دي يا جماعة، لا لعبة هطلع. فيها حاجات عجيبة، ايه ده؟ تبسي كولا، لحوم بشرية، ما شاء الله لحوم بشرية. حد يبلغ عن ابو خشم ده، اتجار في لحوم البشر.
وايه تاني عندكم؟ ليالي سيفن، فشار خنفشار، لصاحبه بشار المنشار، لا والله، مياه عيون السمامة، بسكوتات الجدة الميتة، المرعي، جودة تستاهل الثقة. يا جدعان اللي هيلعب اللعبة ده هيحس بالتخلف. معمول أبو صعبول، لا اللي هيلعب اللعبة ده هيحس إن هو بالتخلف. اشرب يا ابني. أنا ويني أنا؟ مين أنا؟ تعرف أنا مين؟ خشمك وشبه متريقش علي، مش عشان عندي خشم كبير تتريق علي. وين ثوبك أنت؟ تمشي مصلوخ انسى ذا، ما يصير يا وليدي. انا عندي خشم، انت من اخلاق متخيطه، تريقش علي. والله يا انت صادق يا عم، بس انت على خط الرياض. خط الرياض؟ ومن الكلب اللي ميت وراك ده؟ والله يا وليدي غثوني القطاوه بدخلت ولا الدكان تالي الليل، وقلت بروعهم وحط قطو. لا مع السله قوي قوي ولا عاد يجون دماغ ما فات فيهم ولا اثر. ما ودك تاخذها معك تدفنها على ايه ده؟ القبض على متسلل، شوفوا في الجرنان القبض على متسللين مباشرة بعد تسللهم. حمادة هلال فين يا جدعان؟ بقول لكم ايه، احنا نطلع من السوبر ماركت الله طال ده احسن. يخرب بيت الكلاب دي. يلا يا كلب يا كلب، الله يا كلب انت وهو يا كلب. ايه ده طلع قطة. ده خدت انبوبة، شكرا مش باك. نروح هنا بقى، نط عدل خش. ايوه ايه ده، الله 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 الله، ايه ده بقى، انا رايح فين كده بقى؟ وقت فال الحالية فرصة ضعف قيمة عملة القطط. عملة القطط استهلاك اللياقة حركاتك السلسة. لا انا مفهم ده ايه صراحة، انا مش فاهم ايه ده. ده ماسك الانبوبة دي ليه؟ هيضرب مين بيها؟ ربنا يستر ربنا يستر. انا ذكر خطوة شريرة، ما فهمت منك شيء. ده بني ادم براس كلب. خد يا كلب بيموتش. ده مين ده؟ ايه ده السنجاب ده؟ ناخد منه الحاجات ديت. شراء، ما عنديش فلوس. ايه ده يا ده بياع بيباع ايه يعني؟ ده بيباع. لازم اديله عملة، مش فاهمها الصراحة. اطلع يا ابو خشم، هاتها يا ابو خشم. دي فلوس عملات فعلا. ايه ده، ايه الكاس ده؟ الله، خدت الكاس. بس العملة اللي فوق دي صعب ان انا اجيبها، اللي فوق هنا دي. ايه ده، ممكن؟ معقولة؟ اطلع على كرشه واقوم ايه، واقوم نطط على راسه بعد كده.
اللعبة دي غريبة أوي يا جماعة. أنا هرجع تاني. أو أبو خشم في الهوا، أبو خشم في الهوا. ايه ده عربية؟ ده في عربية. طب اجيبها ازاي؟ استنى استنى يا استنى يا حاج انت، والحيوانات والكلاب الضالة دي. يلا يا كلاب، اهو دول لما اقول لهم يلا يا كلاب تبقى على حق، لان هم كلاب مش وايه الديناصور ده ولا ايه ده يا جدعان؟ ده ثعلب ده ولا ايه؟ اوف ده فيه جو. اوبا انا موافق يا عم، انا بكتب صور بعد الكفاءة دي، انا موافق يا عم. انا مش عارف مين اللي قال لعب اللعبة ده، ربنا يسامحه يعني، ربنا يسامحه، اتمنى له كل خير يعني من قلبي. بس اقول لكم حاجه بصراحه يا جماعه، ما تزعلوش مني يعني. بصوا انا وصلت لحد كده بصراحه اتخنقت من اللعبه. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. بس خدوا بالكم من حاجه، هتديني لايك وتعمل اشتراك وتشير لفيديوهاتي تبقى حبيبي، واشيلك على راسي من فوق. مش هتعمل كده؟ انت اللي حكمت على نفسك يا حلو.